وبيشوط كوره من بعيد وجول الاولاني جابها خالد جبر الله. ادينا فرصة قوي، فرصة جدا، فرصة جدا. يا راجل جول، وصلت الله. جول يا خالد جبر الله، لسه بقول ان خالد جبر الله. يا عامر انا اشوف بقى. يا راجل، يا خالد جبر الله هما. لعبها بره حلوه وعلى طول الجول الثاني يا ولد يا ولد يا خالد يا خالد. ازيك يا خالد؟ ازيك يا فندم؟ نظام طيب؟ انت صحة وسلامة؟ اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ بخير؟ وحشني؟ ما بشوفكش في النادي. سعيد اني بشوفك. ها؟ ما بشوفكش في النادي ده. ها؟ لا باذن الله. يبقى كلمني وانت. انا بتكلم على نادي اليوبلس. على نادي اليوبلس عشان الطاولة وعشان عشان نلعب طاولة. لا انا بطلت طاولة. عشان اتغلب عشان اتغلب شوية. انا بطلت طاولة. حبيبي يا كابتن. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، الف حمد وشكر، الحمد لله. اخبار الاسرة كلها بخير؟ بخير الحمد لله. دايما يا رب. نحمد ربنا الحمد لله. انا عندي النهاردة حلقة، انا عارف انت طلعت في قنوات كتيرة. طلعت في قناة الأهلي على طول وانت ضيف جميل وخفيف وكل حاجة، لكن معانا هنا هنطلع حاجات انت ما قلتهاش منك قبل، لان انا عشرتك طبعا كنت. طبعا لان انا قلت في بداية الكلام قلت ان كابتن خالد جبر الله كان محطة من المحطات المهمة جدا اللي كان فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى. كلمت مع خالد بعد ما بطل محسن صالح، وبعدين قلت له انا هبطل يا خالد، اسمع كلامي وهتلعب اساسي. فرض نفسه على هيدوكوتي وعلى الفرقه كلها مش عشان، ومن غيري كان بيلعب اساسي. فالنهارده عايزين بقى نتكلم في حاجات كتيره جدا. كل الحاجات الجديده هنقولها النهارده خالص، اللي يعني ما اتقالتش قبل كده. طبعا انت بتروح ما بتروحش النادي خالص انت؟ لا والله، عشان الشغل انت عارف، انا في في الاكاديميات النادي الاهلي بتاعه الكوره، فلما بيكون في وقت كده نجوم كتير كتيره طبعا. انا عارف انت بتصنع نجوم. والله فيها كده والله. يعني كمان قد ايه كده نشوف النجوم دي؟ لا هم عشان سن في اعمار مختلفه يعني، لا محتاجه اربع خمس سنين. ما لمحش حد كده وانت بتتفرج على الاولاد الصغيرين او الاكبر شويه ان في واحد مدفعجي زي الفناجيل الصغير خالد جبر الله؟ والله في، لقيت اكاديميه الشرقيه وفي المنصوره لا في ما شاء الله. بس طبعا عايزين اهتمام وعايزين شغل كويس. طيب ده حافظ عليه، حطه في الصنداره الله يخليك. كله على التليفون معايا. على التليفون. اهلا بيك في برنامج المجري، هنشرب حاجه ونشوف التقرير ونبدا نتكلم في حوارنا. ماشي يا كابتن، اتفضل يا خالد.